التفاصيل ينضم إلينا هاتفياً المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. منورنا في برنامج ماذا لو. ده شرفنا يا فندم، تحت أمر حضرتك. خلال الفترة الماضية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدد من اللقاءات مع مصنع السيارات ووكلاء العلامات التجارية بهدف طبعا زيادة المنتج المحلي. ممكن حضرتك تقول لنا التسهيلات اللي متقدمة للمصنعين؟ بص حضرتك، طبعا الدولة مهتمة الفترة اللي فاتت دي بتوطين الصناعة المحلية، ومهتمة أكتر طبعا إن احنا يبقى عندنا مصانع وعندنا تصنيع وعندنا تغطية من المنتج المحلي للسوق، ومش السوق المحلي فقط، وكمان يطلع من عندنا تصدير عشان على الاقل نخفف من شويه من الضغط على الفصائل الاقتصاديه. تمام. فبالتالي الفتره اللي فاتت كان الاهتمام من معالي رئيس الوزراء مع كافه الوزراء المعنيين بالتواجد مع كل المصنعين بشكل كبير عشان نزيد وقعه الصناعه المحليه ونزود مناطق الصناعه المحليه. ده طبعا هيبقى ليه عائد كبير جدا، سواء من تخفيف العبء على الاقتصاد، ومن ناحيه ثانيه تخفيف العبء على سعر السيارات. من ناحيه ثالثه هيبقى عندنا تصدير للعمله العربيه عشان يبقى نجيب عمله اجنبيه للبلد. فطبعا من كل النواحي هيبقى فيها مزايا وفيها امكانيات كويسه جدا. اكيد. طب حضرتك ممكن توضح لينا بس عدد مصانع السيارات في مصر؟ 19 مصنع حاليا. 19 مصنع. طب ايه هي التحديات؟ 19 مصنع لصناعه السيارات، لكن في الافات المصانع لصناعه القطع السيارات للصناعات المغذيه. المغذيه، الصناعات المغذيه. تمام. طيب التحديات ايه اللي بنشوفها في سوق السيارات الفترة دي؟ والله حاليا دلوقتي طبعا عندك حضرتك تحديات كتير جدا، بس انا احب اذكر منها ثلاث تحديات اهمهم حاليا دلوقتي. طبعا الاتفاقات الاوروبية والاتفاقات الدولية، لان انت عندك حضرتك الاتفاقات الدولية دي بتؤثر تأثير كبير جدا على سعر السيارة الجاية من الخارج، لانها تبقى بدون جمرك. مقابل كده العربيات اللي بتصنع في محلي بتاخد لها من 6 ل 8% جمرك، فبالتالي مفيش منافسة، المنافسة مش يعني كاسعار، لا طب انا هجيب العربيه مستورده بالكامل ومش هدفع جمرك. صح. دي اول تحدي. ثاني تحدي عند حضرتك دلوقتي، البنوك ما بتقدرش تدعم الصناعات المحليه بان انت بتوفري لي عمله عشان اسوي مكملات الانتاج بشكل كبير، وتختلف بقى من مصنع لمصنع ومن شركه لشركه ومن بنك لبنك، فطبعا ده تحدي. ثالث حاجه عند حضرتك اسعار الشحن اتبعت مغاليه فيها جدا جدا بعد موضوع الدخول الحوثيين في البحر المتوسط، فطبعا خلت الدنيا كلها بقت عامله مشكله كبيره. فالدنيا يعني دي تحديات مؤديه. طب النهارده عندنا استراتيجيه؟ عندنا مزايا الدوله بتدعمها؟ عندنا. بس المشكله كمان ان احنا عندنا مشكله ان المستثمر سواء اجنبي او مصري لما يبقى عندي استثمارات مش عارف هيبتدي ياخد فلوسه العمله الاجنبيه امتى عشان يصدرها عشان يجيب مكونات انتاج. دي من ضمن التحديات الكبيره قوي اللي موجوده حاليا دلوقتي في السوق المحلي. اي انا مع حضرتك. طب حضرتك اتفضل. فبقول لحضرتك ان احنا عندنا تحديات تانية، تحديات الشحن، وعندنا تحديات العمله، وعندنا تحديات الاتفاقات الدوليه، فشيء طبيعي ان احنا لابد ان احنا يبقى عندنا اهتمام بتوطين الصناعه المحليه. طيب هل توطين الصناعه في السوق المحلي هتاثر على السيارات؟ هتاثر من ناحيه ايه؟ هتاثر على الاسعار طبعا. هتاثر. لما انا اوطن الصناعه يعني بعد كده حضرتك انا مش محتاج ان انا استورد عربيه، انا اجيب استيراد من بره. فاهمه حضرتك. فانا على الاقل انا يكون عندي صناعه محليه، يبقى انا هشتغل على المحلي. ده انا كمان ايه؟ ده انا كمان هفيد الدنيا من ناحيه ثانيه، ان انا هشغل مصانع، هشغل عماله، هشغل مهندسين، فشيء طبيعي ده هيجي عائد كبير جدا للدوله للامتيازات للناس اللي هتشتغل في المصانع دي. طب هل العماله اللي عندنا هتبقى مؤهله فعلا لتوطين الصناعه؟ احنا عندنا مؤهلين، احنا عندنا ناس مؤهله بشكل كبير جدا، لدرجه ان في بعض الدول بتاخد العماله اللي عندنا والمهندسين لان هم عندهم خبره كبيره جدا في موضوع الصناعات المحليه والصناعات المغذيه وصناعات الشراب. لا احنا عندنا الامكانيات وعندنا الكفاءه كمان، وعندنا بعض المصانع بتصنع عربيات عالميه في نفس التوقيت اللي الشركات المصنعه بتصنع فيه نفس العربيات بنفس المزايا بنفس الامكانيات. بنشكر حضرتك مهندس خالد سعد الامين العام لرابطه مصنعي السيارات.